ستاند باي اي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكل متابعي ومشتركي قناه اجيال اندلس يلا بينا نشوف معانا النهارده اهلا بكل متابعي ومشتركي قناة اجيال اندلس حجازي نائب وزير التعليم الان طريقة امتحانات الفصل الدراسي الاول ايه يا جماعة للصف الاول والثاني الثانوي احنا عارفين خلاص الطريقة بس في جديد شوف الجديد ايه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم قال شكل امتحان الفصل الدراسي الاول للصف الاول والثاني الثانوي خلال الاجتماع اللي اجتمع النهارده في لجنه التعليم والبحث العلمي فين؟ في مجلس النواب. قالك امتحان فصل الدراسي الاول للصف الاول الثانوي هتكون خلاص ورقيه. والامتحانات تتبع على مستوى الاداره. وهيتم السماح للطالب بدخول الامتحان ومعاه الكتاب المدرسي. اوبن بوك. خلي بالك من دي. ولو كاتب في هوامش الكتاب بيدخل برضه بيه. تيجي بقى تقول لي اصل المدرس هيقطعهولي المدرس هيعمله لي مفيش كلام منه ده, ده كلام صريح يا جماعه اهو مفيش منه اي كلام ويا سياده المدرس ما تخوفش الطالب وتقعد تعمل له رهبه ورعب وخلاص يبقى الطالب يخش بالكتاب لو مكتوب فيه برضه يخش بالكتاب خلي بالك امتحان فصل الدراسة الاول للصف الثاني الثانوي الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربيه والتعليم قال لك هتكون الكترونيه زي ما احنا عارفين حكوميه وخاصه وهيجيبوا لكم راوتر داخل المدرسه وهتكون ورقية بالنسبة لطلاب مين؟ المنازل وغيرهم في الحالات الاستثنائية زي المحبوسين أو اللي هم في المستشفيات. وأكد سيادة النائب أنه سيتم تمكين كل الطلاب من تأدية الامتحانات حتى من لم يدفع المصروفات. لكن هيتم حجب نتيجتك لو أنت ما دفعتش المصروفات. مش مشكلة بس احنا بنتكلم على إيه؟ هنخش الامتحان ما فيش فينا مشاكل. وأضاف كمان أن بعض المدارس الخاصة ليست مؤهله من حيث البنيه التحتيه لاجراء امتحانات طب هتعمل فيها ايه يا سياده النائب قال لك هيتم توفير جهاز راوتر لكل مدرسه عشان يقدر الطلاب يمتحنوا تمام جميل جدا طب لو حدث عطل بقى في التابلت الخاص بالطالب ركز في دي قوي لا قدر الله ان التابلت عطل وانت بتمتحن هتاخد متوسط الدرجه بتاعتك في المجموع العام ولن يتم إعادة امتحانك مرة تانية يعني نجحت وهيكون هناك في أسئلة استرشادية على موقع الوزارة وبنك المعرفة لأولى وتانية ثانوي خلال الأيام اللي جاية دي وأكد سيادة النائب رضا حجازي على امتحانات الفصل الدراسي الأول قائلا البعض بيروج لأن امتحانات الفصل الدراسي الأول ليست بها نجاح ورسوب ده اعتقاد خاطئ وده على سبيل المثال لو المادة من 60 درجة تكون مقسمة على الفصلين الدراسيين الأول والتاني، ولو حصل الطلب على صفر في الفصل الدراسي الأول، سيتم الفصل في النجاح والرصوف في الفصل الدراسي التاني، لكن هذا لا يقلل من أهمية امتحانات الفصل الدراسي الأول، يعني لازم تنجح ترم تاني. طب أنا ما جبتش حاجة في الترم الأول، لازم تجيب تعدي النص في الترم التاني، يبقى نخلص وننجح في الترم الأول، ويبقى مجهودنا قليل في الترم التاني ونخلص ونعدي. كل ده كان في اجتماع لجنه التعليم النهارده والبحث العلمي في مجلس النواب اللي كان بيناقشوا مع عدد من طلبات الاحاطه كلها المقدمه لعدد من النواب بشان نقص وعجز المعلمين في المدارس والمحافظات والدكتور ده حجازي كان موجود بقى بما انه نائب خلاص. عشان لجنة اللجنه ناقشت كل الكلام ده في الاجتماع النهارده طلبه الاحاطه ومنها طلب الاحاطه المقدم للنائب الدكتور خالد حنفي بشان اعلان وزاره التربيه والتعليم عن مسابقه لقبول ألف معلم للعمل بالتدريس وإخفاء الاعلان بالنسبة النسبة المذكورة بالقانون رقم 10 6 2018 لا حقوق بقى الأشخاص ذوي الإعاقة طلب الإحاطة المقدمة من النائب الدكتور عبد الرحمن البكري بشأن موقف المتقدمين المسابقة ل ألف معلم. كل الكلام ده اللي يهمنا فيه تانية وأولى ثانوي. يا ليه يا جماعة؟ هتخش الامتحان لو ما رفعتش المصروفات، التابلت لو فصل منك أو عطل منك هتاخد نص الدرجة وهتعدي. جبت صفر في الترم الأول يبقى الترم التاني لازم تنجح فيه الاتنين مكملين لبعض. ده كان اخر مستجدات امتحانات اولى وثانيه ثانوي من الدكتور رضا نفسه شخصيا لاجيال اندلس كان معكم سامي رزق مؤسسه اجيال اندلس انتظرنا في كل جديد واكيد اشترك في القناه ودعمنا في قناتنا الثانيه اجيال اندلس منوعات وقناتكم فور كيدز هسيب لكم الروابط اسفل الفيديو شرفونا فيهم ان شاء الله انشروا الخبر ده حتى تعمل فائده إيه وانتظرنا في كل جديد واكيد في امان الله